مبروك لجماهيرنا، مبروك وألف ألف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني بهذا الفوز الرائع، مبروك لكل العمانيين، مبروك حقيقة لمشاهدينا الكرام اللي قاعدين يتابعونا. وهذه الأهداف على الهواء الآن، وشوف هذا الهدف الأول، وهذا هدف المنتخب الكوري، هدف المنتخب الكوري الأول في هذه المباراة، وأهداف المباراة الأربعة، هدف لكوريا وهدف الآن هدف التعديل لمنتخبنا الوطني عن طريق هاني الضابط من خطأ فادح من الدفاع الكوري. وهناك أيضا هدف ولا أروع من هاشم صالح في الشباك الكورية، أخذها وتألق فيها وعدلها بيمينه ولعبها بشماله، محرز من الهدف الثالث أو الثاني لمنتخبنا الوطني، وكان فعلا خير السفير للكرة الآسيوية في مونديال كأس العالم، وحل بالمركز الرابع. أيضا للمنتخب الكوري كل التقدير على الرغم من خسارته حتى الآن بهدفين لهدف، لكن تبقى ويبقى اسم الكرة الكورية في منتهى الروعة حقيقة في تاريخ الطويل والكبير على مر السنوات الماضية. على كل هذه اللعب توصل على طول الفوزي بشوت جول، لا 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 يا فوزي، برافو 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 برافو، فوزي بشير، فوزي بشير يبشر كل العمانيين بالتأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم. فوزي بشير اللي يبشر، هذه بشارة من فوزي بشير، والهدف هدف فعلا، أنت أفضل لاعب في آسيا في الشهر الماضي، وتصور بأنك في هذا الشهر أيضا فوزي بشير راح يحصل على لقب أفضل لاعب في آسيا في أكتوبر الحالي. برافو فوزي بشير، ثلاثة أهداف مدروسة ومرسومة بقلم ومسطرة وفرجار، وتألق واضح من فوزي بشير، أداء ولا أروع من جماهيرنا الحبيبة، أداء حلو تماما، برافو حقيقة، برافو بلادي عمان، بلادي وجمهور الحبيب في السلطنة اللي فعلا رايح اليوم يحتفل بهذا الإنجاز، الإنجاز التاريخي بصعود المنتخب الوطني العماني لأول مرة إلى نهائيات كأس آسيا القادمة بالصين 2004. فوزي بشير اللي يبشر الجميع، وفعلا قدم ذهبية القدم اليمنى من فوزي بشير، والهدف الثالث لمنتخبنا والرابع لفوزي بشير في هذه التصفيات، في تصفيات الذهاب من المجموعة الآسيوية الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا القادمة بالصين 2004. جماهيرنا الحبيبة لهم منا كل الشكر والتقدير، كثر الله خيركم تجاه هذا الواجب اللي الكل مطالب فيه لرفع علم السلطنة ورفع سمعة بلدنا الحبيبة. وخمس دقائق وقت بدأ، برافو جمهور، يا سلام، تشجيع على الطريق العمانية وتشجيع على الطريق الخليجية، وهذا التشجيع المتواصل منذ بداية الدقيقة الأولى من زمن وعمر المباراة، والآن نلعب في الدقيقة 92. كرة اللعب على طول بعرض الملعب، تبعد على طول ترجع مرة ثانية، ولكن أشاهد طرد 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 طرد، خلنا نشوف للاعب الكوري هذا 22 اللي هو وو سونغ يونغ، إذا يطرد من قبل حكم المباراة الدولي الكويتي ناصر العنزي، فعلا هذا داخل المباراة في الشوط الثاني معصب كلش، على طول قاعد يضرب شمال ويمين، لكن خلنا نشوفه بالحركة البطيئة، شوف التصرف اللي تصرف، ضربة عطاه واحدة بالكوع، فعلا تعمد يضرب لاعب منتخبنا الوطن بالكوع، وبالتالي فعلا بكوع ايده، وبالتالي حكم المباراة الكويتي ناصر العنزي يشهر البطاقة الحمراء في وجه وو سونغ يونغ لاعب المنتخب الكوري. سلامات، برافو، هذه الوقفة العظيمة تماما
داخل الملعب وخارجه، ايضا اللي قاعدين يتابعونا عبر شاشات التلفزيون واللي ما سن حتى الفرصه حقيقه للتواجد، ايضا له منا كل حقيقه ايضا التهنئه على هذا التاهل باذن الله. والجمهور قاعد يصفر، وها هو فوزي بشير وتسديده ولا اروع في مرمى لي وون جاي حارس مرمى المنتخب الكوري. شكرا لكم سيداتي انساتي سادتي، شكرا لكل من ساهم في هذا الانتصار وفي هذا الفوز، وبذلك يتصدر منتخبنا ترتيب المجموعه برصيد 12 نقطه من 5 مباريات.